فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في من يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب وهكذا حاله؟ نعم، يذنب، إذا أذنب يتوب، يكرر التوبة، كل ما أذنب يكرر التوبة ولا يقنط من رحمة الله ولا ييأس يقول أنا مالي توبة أنا كررت، لا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم، من يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. فيكرر التوبة ولا يقنط من رحمة الله، يأتيه الشيطان يقول له مالك توبة تكرر ولا تستحي تكرر التوبة تكرر الذنب وبعد تتوب مرة ثانية، ما يصلح، يقول له الشيطان كذا، لا يطيعه، يتوب إلى الله ويجزي. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.